يلا ربنا يسعد قلبك يفرحك يرزقك ويفرحك. إيه. تاخدي الانسان يحافظ على نفسه ازاي؟ اللي ياكل اللي ما ياكلوش ما ياخدوش بعد عن المشروبات الغازيه والحاجات دي، واللي ياخدها بالنهار تمام. يعني الاستهلاك اللي هيعمله واللي ما يعملوش من نصايح بقى. بصي، انا هديكم كده بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه، لو انا مثلا عايز اقول اي حاجه في البدايه بالنسبه للتغذيه الصحيه لاي شخص، بنقول دايما بشكل متواصل ان الغذاء الصحي هو الغذاء المتوازن المتنوع المتكامل اللي بيحتوي على كافه العناصر الغذائيه، من الكربوهيدرات، من الفات، من البروتين، من الفيتامينات، من الاملاح المعدنيه، من الميه. يعني يبقى فيه 7 عناصر رئيسية موجودة معانا. عايزين 7 حاجات تكون موجودة معانا. ايه هي 7 حاجات دي؟ بشكل بسيط قلنا الكربوهيدرات. يعني ايه كربوهيدرات؟ يعني النشويات. النشويات بتنقسم لقسمين، نشويات بسيطة ونشويات معقدة. النشويات البسيطة زي العسل والمربى والحلاوة والفواكه والعصائر. والسمر والفواكه. والسمر والحاجات دي اما الكربوهيدرات المعقدة او النشويات المعقدة، معقدة زي الرز والمكرونة يعني الحلويات المصنعة. لا لا الحلويات لا، المصنعة وكل الحلويات دي تبع مصنعة. البسيط، الحلويات تبع الكربوهيدرات البسيط. المعقدة، زي الرز والعيش والمكرونة، ياه، الرز والبقوليات. المكرونة داخلة في المعقدات. في ايوه النشويات الرز المكرونة يعني الرز والمكرونة من النشويات أيوة. ليه المعقدة. يعني أكتر الناس بتستعملها يوميا؟ تمام. ما هي دي يعني ايه معقدة؟ يعني مش سهلة الامتصاص، بس تخش تتحول جوه الجسم أيوة لمراحل معينة جوه نعم الجسم مختلفة عشان توصل يعني أيوة بتتحول من السكريات المعقدة لسكريات بسيطة عشان الجسم يمتصها. لكن السكريات البسيطة بتخش تمتص على طول لأنها بسيطة، أما المعقدة لازم تتحول لسكريات بسيطة علشان الجسم يقدر يمتصها. فاحنا دلوقتي مثلا لو احنا هنتكلم لو بنتكلم عن النشويات، قلنا الاثنين، الجسم احنا محتاجين بالنسبة للنشويات البسيطة تبقى 30%. احنا محتاجين بالنسبة، انا هقول لك مش عايز الخبطك، احنا عندنا 3 حاجات اساسية و4 حاجات مهمة. 3 حاجات اساسية اللي هي النشويات والبروتينات والدهون. بشكل بسيط، البروتينات احنا محتاجين في الوجبة بتاعتنا 20%، لا يزيد عن 20% بالوجبة بتاعتنا. بالنسبة للنشويات محتاجين لا يزيد عن 50% من الوجبة بتاعتنا. بالنسبة للدهون محتاجين ان احنا لا يزيد عن 30% من الوجبة بتاعتنا. لو جينا نحسب الحسبة هنلاقيها 100%، 50% نشويات، 30% دهون، و30% و20% بروتين. لازم الوجبة بتاعتنا عشان تبقى وجبة متوازنة يبقى فيها 3 حاجات دول وبالنسب اللي انا بقول عليها دي. لو اتكلمنا عن النشويات قلنا 50%، 50% دي بنقسمها حاجتين، 70% منها نشويات معقدة احنا محتاجين، و30% بسيطة احنا محتاجين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش اسفه كنت عامله ميت عشان عندي دوشه بس في الشارع. اهلا وسهلا، اتشرفت بيكم والله يا دكتور. الله يسعدك، الله يحفظك. والله انا لو هسال في التغذيه هسال من هنا للسنه الجايه. اسالي يلا، خلينا نفيدك ونفيد الناس اللي معاك. يلا، يعني أسئلة كتير قوي، يعني أنا ذات نفسي عايزة أعرف أنا ليه مش باكل بس مش أكتر. أنا ما باكلش خالص، ما بجوعش ولا بعطش، أنا غير البشر. يعني نحيفة بقى على والله كده؟ لا مش نحيفة، أنا وزني 70. نبقى الطول بص، هو الطول أنا مش عشان يعني مش عارفة صراحة، خلاص. سنة انا طويلة يعني. وانا الطويلة كام يعني؟ 175، 180. ايه لا، بتاع 175. تمام. يعني نقدر نقول عليك نحيفة برضه، يعني جسمك انت عندك فقدان للشهية. بص هقول لك على حاجات كده بسيطة قوي، يعني خلي بالك منها كويس قوي. لما نيجي نتكلم عن فقدان الشهية، ان فقدان الشهية ليه امراض هي اللي تتحكم في فقدان الشهية. يعني ايه يا دكتور احمد؟ بكل بساطة اقدر اقول ان احنا ممكن يكون عندنا ديدان في الامعاء. اهلا بك يا لول. احنا ممكن يكون عندنا ديدان في الامعاء. الديدان في الامعاء دي
ممكن تكون هي اللي بتسبب لنا فقدان في الشهية، فنعرف ديدان الأمعاء دي إزاي؟ أهلا بيك يا أم دودو. ديدان اللي في الأمعاء دي نعرفها إزاي؟ من خلال تحليل براز لعينة صباحية اللي إحنا بنسميها ستول أناليسز. ستول أناليسز أو تحليل براز لعينة صباحية نقدر من خلالها نعرف إن أنا عندي ديدان هي اللي مسببة لي فقدان الشهية ولا لأ. علشان كده الأطفال اللي ما بياكلوش أول حاجة نقول لأمهم تعمل إيه؟ تطلع جاري تعمل لهم تحليل براز، لأن غالبا عندهم ديدان نتيجة بقى الأكل الغلط، التلوث، بياكلوا من على الأرض، أصحابهم يلعبوا معاهم، ما يغسلوش بعد ما يخرجوا من الحمام، يمسكوا يسلموا على أصحابهم وزمايلهم ويكون عندهم العدوى كده، فبيبقى عرضة إن هم يصابوا بالديدان في الأمعاء يعني. فعشان كده فاحنا بننصح كنصيحة اعملي تحليل براز العينة صباحية. ممكن برضو مشاكل الغدد تعمل لنا مشاكل فقدان في الشهية، ممكن مشاكل الحالة النفسية السيئة ممكن تعمل لنا الضغط النفسي، والضغط النفسي والتفكير في الأمور السلبية ممكن يسبب لنا برضو فقدان في الشهية. البعد عن الأهل وإن أنا أحس الانطوائية برضو ممكن تسبب لنا فقدان في الشهية. الشخص الاجتماعي أقل عرضة للفقدان في الشهية. فلو نصيحة بنصحك تعملي تحليل البراز، ممكن تعملي تحليل الغدة برضه عشان تتأكدي إن إحنا ما عندناش مشاكل في الغدة دي هي اللي مسببة لنا فقدان في الشهية، لأن إحنا لو عندنا إفراط في نشاط الغدة الدرقية ممكن تبقى دافعة قوية جدا إن إحنا يكون عندنا فقدان في الشهية. فتعملي تحليل براز لعينة صباحية مع تحليل الغدة. تحليل الغدة زي إيه؟ اللي هو التي إس إتش مع الفري تي فور. من خلال تحليل التي إس إتش والفري تي فور نقدر نعرف هل هناك في إفراط نشاط في الغدة الدرقية ولا لأ. فاعملي التحليلتين دول وتاكدي بنفسك ان انت هل صحيا بخير. لو عملتيهم وطلع ما فيش مشكله فممكن يبقى الحاله النفسيه هي السبب.